السلام عليكم. اليوم راني في الغابة اللي كانت اللي تقع فوق النفق تاع واد الشايح، واللي كانت يعني في زمن غير بعيد كانت عبارة عن منطقة اللي بنائيات الفوضوية والقصديرية، الآن تم تحويل هذه الغابة إلى منتزه للشباب لممارسة رياضات الركض، و يعني جانب جميل جدا. النقطة السوداء تبقى الصيانة والنظافة، النظافة لابد. وانا في هذا من هذا المنبر ندير نداء للشباب تاع المنطقة تاع وادو الشايح تاع بيت جراح تاع لامونطاني، كل المناطق المجاورة، باش يديروا على الأقل حملات نتاع تنظيف، حملات تاع تنظيف، ينظموا الشباب بيناتهم، يديروا الجمعيات ويتهلاو في هذا الفضاء رائع اللي راه يعني يمد منظر جميل جدا، عوض كان في الأول. وهنا نشوف عريق السيار اللي مر تحت النفق تاع وادو الشايح. خليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو حول هذا المنتزه اللي يسمى منتزه النخيل، منتزه النخيل الذي تم افتتاحه هذه السنة شباب والعائلات كذلك. وأعيد النداء للشباب والبلديات، يعني البلديات المسؤولة عن هذا الفضاء، بقيام بعمليات تنظيف وصيانة هذا الفضاء الهام جدا في منطقة مكتظة بالسكان، منطقة كثيفة ذات كثافة سكانية كبيرة. إذن إن شاء الله السلطات يوصلها النداء هذا، يتقوم بصيانة هذا الفضاء الجميل اللي تنقصه غير النظافة. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.
Thank you.